جينا أنا وعشر لاعبين على اللعب ويعني فرحنا كتير. أنا عمري 12 سنة، أنا لعبت بالقفز، أخذت المركز الثاني الحمد لله وفزنا. طبعا نحن من خلال هاي الاولمبياد نبحث عن الامل لنحيي هذا الامل، وبنوصل رساله لكل القائمين او صناع القرار الموجودين في العالم للنظر على الاطفال والناس سكان الخيام الموجودين هون، على يكون في حل قريب يرضي هذول الناس الموجودين صالون مشردين عن بلادهم وعن بيئتهم سنوات كثيره. شاركت بالريشة وربحت منها الحمد لله المركز الأول، شاركت ويا الرياضة الحمد لله انبسطنا وارتاحينا.